طيب هنرجع تاني للتون، نمشي بقى بالترتيب الطبيعي. يعني يمكن احنا بس عملنا جنريشن لواحدة من جي اس بيز عشان نشوف الفكرة يعني وصلت لفين، عشان يبقى عندنا اوتبوت بشكل سريع. انما تعالوا نستعرض بقى الامكانيات المختلفة. خلينا نقول هنا ان لو انت كان عندك فيو اوبجكت موجود في البروجكت، فعشان يشتغل عربي انجليزي انت محتاج تحط الريسورس باندل كي اللي انت شغال عليه على كل اتريبيوت موجود. طبعا احنا بنعمل الكلام ده اوتوماتيك اول ما بتضغط على التيبلز باندل او الكومنتس باندل. انما لو عملت مثلا فيو اوبجكت جديد وعايز تدخل عليه هو شخصيا تضيف عليه الريسورس باندل كي، بنقدر ان احنا نضيفها هنا على مستوى الفيو اوبجكت. طب تعالى برضو نفهم يعني ايه الكلام ده. يعني انا لما اروح لاي فيو اوبجكت مفترض عندي اتريبيوتس. طب عشان الاتريبيوتس دي تطلع يعني مترجمة عربي انجليزي لازم احط ريسورس باندل كي مثلا بهذا الشكل. طب انت متخيل ان انت عشان تعمل تعريب لكل الدنيا تضطر تدخل تعمل الكلام ده على كل فيو اوبجكت موجود؟ طبعا اكيد مهما كان دي محتاجة وقت رهيب جدا منك عشان تعرف انك تظبطها وتلف على كل الفيو اوبجكتس وتظبط الريسورس باندل كي بتاعها عشان تقدر بعد كده تطلعه عربي انجليزي، او حتى عشان تقدر تتحكم في النيبور بتاعها. فبالتالي الجزئية دي بتوفر لك كمية كبيرة من الوقت. انت متخيل ان انت كنت هتضطر انك تعمل يعني هنا عندنا كام اتريبيوت مثلا؟ 5. كنت هتضطر تعمل ريسورس باندل كي هنا 5 مرات مع كل اتريبيوت موجود. طبعا اكيد 100% ده هياخد منك وقت كبير. طيب ندخل بقى على حاجة يعني فعلا من اكتر الحاجات اللي بتوفر علينا الوقت. انت لو دلوقتي ظبطت الريسورس باندل وظبطت الفيو اوبجكت بتاعك ان هو يقرا من الريسورس باندل ومظبط التمبلت انها تعمل السيستم باي لينجوال، طيب في الحالة زي كده ببتدي ادخل على حاجة زي الليست اوف فاليو. يعني خلينا مثلا ايه، انا ممكن اقول له جيت اول فورين كيز. هو الليست اوف فاليو في الاول في الاخر عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفورين كيز الموجودة في الداتابيز. فبالتالي انا هنا من خلال التول هقدر اجيب كل الفورين كيز، لان عادة هم دول اللي هيبقوا الليست اوف فاليوز. طبعا الليست اوف فاليو عندنا هم يا اما كومبو يا اما الليست اوف فاليو يا اما راديو. ممكن ان انت تغير الديفولت ليست بدل ما يبقى كومبو تخليه ليست اوف فاليو، او تنوع مفيش مشكله. يعني هو بيديك الاوبشن على مستوى كل رو موجود. طيب انا هنا ممكن اعمل الكلام ده مره واحده لكل الداتابيز، او ممكن اعملها على السيلكتد بس التيبل سيلكتد من الناحيه الشمال على اساس ان انا مثلا هشتغل عليه. فانا بالفعل شغال على التيبل اللي اسمه كومبانيز. هو موجود في حقل اسمه ريجون اي دي. الريجون اي دي ده يعني بيروح لتيبل اسمه ريجونز للكولوم اسمه اي دي. طب الديسكريبشن انا عايزه يطلع عباره عن ايه؟ مفترض ان انا ابتدي ادخل على الديسكريبشن، هختار الديسكريبشن يكون نيم، وعايز هنا ان الكلام ده يطلع على هيئه ليست اوف فاليو. طيب خلينا نجنريت. خلص. طيب خلينا نقول لو كنت انا هشتغل مانوال، طبعا انا كنت محتاج ان انا اعرف ان الفيلد ده فعلا هيكون ليست اوف فاليو. طيب هنقول ان انا عندي ريكويرمنت فعلا، فكنت انت هتدخل على الفيو اوبجكت، المفترض ان انت تضيف ترانزيانت وبعدين تروح تضيف الليست اوف فاليو على مستوى الاتريبيوت بهذا الشكل. وطبعا يعني في الاكسسوارز لما نيجي نشوف هتلاقي ان الاكسسوار نيم بيطلع يعني حاجه مرقمه، انما هنا لما اقول ريجونز ريجون اي دي يبقى انا عارف ان انا رايح للبي اوبجكت اللي اسمه ريجونز والاتريبيوت ريجون اي دي. طيب بالنسبة للليست اوف فاليو بيرجع الاي دي والديسكريبشن،
وبيشوف هنا النيم وده الانبوت تكست ليست اوف فاليوز والكويري ليست اوتوماتيكلي. طبعا كل الكلام ده كنت انت هتضطر انك تعمله، وترجع الديسكريبشن. مش كده بس، ده الديسكريبشن كمان المفترض ان يتحط عليه الاس كيو ال اكسبريشن. يعني لو شفنا من اليو اي هنس اسف الديتيلز، لازم يكون ابديتابل اولويز وسيلكتنج كويري كويريبل محطوط له الياس يعني يكون اسمه كويس. وهنا دي الاس كيو ال ستيتمنت اللي هتجيب لي الاكسبريشن. طبعا كل الكلام ده على الاتريبيوت الواحد محتاج وقت مفيش فيه كلام. طب خلينا نجنريت كده يعني شاشه بناء على السيتنجز دي ونشوف تاثير الكلام ده هيبقى عامل ازاي. يعني مثلا هقول كومب 1 من تيبل اللي اسمه كومبانيز، تعالى هعمل لها جنريشن واشوف الناتج هيبقى طالع عامل ازاي. فانا هرجع تاني اعمل ريفرش عشان كومب 1 تزيد واعمل لها ران واشوف الناتج. طيب هنا نشوف الشاشة لما تعملها جنريشن، يعني الفيلد فعلا طالع على هيئة ليست اوف فاليو بالكونفيجريشن اللي انا اخترتها بالاوبشنز الطبيعية بتاعت ال ADF. ولما بختار المنطقة بيجي لي هنا الفاليو مباشرة. طيب ولو ان انا كتبت بايدي بيديني يعني ايرور مباشرة. طبعا الكلام ده عشان الاوبشنز اللي احنا عملناها انيبل بشكل اوتوماتيك. طبعا زي ما شايف التايتل وكل حاجة طالعة متعربة بنسبة 100%، ده دلالة ان الريسورس باندل اتحط بشكل سليم. طبعا هنا اللي اوت المفترض الديفلوبر هو اللي بيتحكم فيه. فخليني اقول مثلا في حاجة مش عجباني، انا عايز اجيب الديسكريبشن جنب الليست اوف فاليو وفي نفس الوقت يعني مش عايز الليبل يطلع هنا. طيب طبعا في الاول في الاخر دي بقى الكاستمايزيشنز الديفلوبر بيحتاج ان هو يعمل. يعني انا لو رحت على الريجون اي دي اهو، ده الحقل بتاع الليست اوف فاليو، معناها ان الديسكريبشن ده انا مش عايزه وعايز اخد الانبوت تكست المطلوب مني. اشيل طبعا هو هنا واحطه في الليست اوف فاليو. طيب اعمل ريفريش الاقيه فعلا جم ايه جنب بعض. طبعا احنا ممكن نحط بقى هنا يعني سبيسر بسيط وتساوي 10 عشان يعني ايه افصل. طيب كده طلع العملية مظبوط زي ما انا متوقع وزي ما انا عايز. طيب انت هتلاحظ هنا ان الكونفيجريشنز بتاعت الليست اوف فاليو يعني كاوتو سبميت والبوب اب تايتل والسيرش ديسكريبشن طلع اوتوماتيك مباشرة من التول مع وجود بانل جروب لاي اوت، عشان يعني الليست اوف فاليو بالذات بحتاج عادة ان انا احط الديسكريبشن جنبيها. طيب فانت طلع لك هنا الشاشة فعلا شغالة بال ايكون اسف بالديسكريبشن طالع مظبوط زي ما انت ما عملت كونفيجريشن في الليست اوف فاليو، وبالتالي انت هنا برضو وفرنا كميه وقت كبير. طب خليني اقول لك ايه اللي حاصل. انت دلوقتي الشاشه الجديده دي اتعمل ده ليست اوف فاليو بالكونفيجريشن بتاعها، برضو التول بار اتعمل في لينك، تلاحظ هنا اتعمل اللينك مباشره للكومب واحد. طيب لما اروح لكومبانيز شوف اللي حصل ايه، عشان انا في داتا ما كانتش متسيبه فهو السيستم راح طالب مني هل انت عايز تنافيجيت ولا لا. فلو انا عملت كانسل يبقى طبعا فضلت بنفس الشاشه، ولو عملت اوكي يبقى انا هنافيجيت ويبقى التشينجز اللي انا عملتها خلاص لوست بالنسبه لي. لو رجعت تاني لكومب واحد شوف ما طلبش مني المره دي الجزئيه بتاعت ان في داتا مش سيف. طيب لاحظ هنا اسم الشاشه بيطلع برضو هنا اهو، فدي معناها ان كل حاجه متظبطه بشكل جميل جدا، بحيث انها فعلا وفرت لي الشغل الاساسي اللي انا مفترض ان انا اعمله واللي فعلا بياخد وقت كبير ويعتبر حاجه متكرره وممله بالنسبه للديفولت. طيب يبقى انا وصلت
هنا من خلال التول، ان هو كل ما يتعلق بالليست اوف فاليو قدرنا ان احنا نخلصه مباشره. فزي ما بقول، تخيل لو انت كان عندك 1000 ليست اوف فاليو مطلوب منك انك تعملهم، التول هنا هتوفر لك وقت رهيب جدا في عمليه التنفيذ.